أهلا بيكم في أكلة جديدة لذيذة من حول العالم. النهاردة أكلتنا اسمها حساء الصيادين أو شوربة الصيادين. هي أكلة موجودة في سيبيريا، ودي بيستخدموها لما بيكونوا في رحلات صيد سواء في الجبال أو الأدغال. ممكن نستخدمها في المخيمات أو في أي رحلة نكون فيها، أو نستخدمها حتى في البيت نقدر نطبخها لأن مكوناتها سهلة وطريقتها بسيطة. خلونا نشوف الطريقة والمكونات مع بعض. هنحتاج لحم دجاج، بصل، طماطم، جزر، بعض فصوص الثوم والبطاطس، وشبت وبقدونس، وطبعا ملح وفلفل، والزيت او المادة الدهنية اللي هنعمل بيها حسب ما احنا حابين. هنبتدي مع بعض نقطع البصل، هنقطعه شرايح رفيعة، هناخد شرايح البصل اللي احنا قطعناها وهنحطها في المادة الدهنية سواء بقى سمنة او زيت زي ما احنا حابين، ونقلبها تقليبة كده لغاية ما البصل يعني يدبل شوية على النار. وبعدين هنحط قطع اللحم اللي هنستخدمها، دي قطع فراخ بس ممكن نستخدم اي قطع لحم زي ما احنا حابين، ممكن لحم ارنب، ممكن لحم بط، اي لحم احنا بنحبه يعني. وهنسيب اللحمة تتشوح مع البصل شوية، وبعدين هنروح نقطع الجزر، هنقطعه شرايح صغيرة كده، وبعدين هنروح على اللحم نقلبه تقلبتين كده تلاتة مع البصل لغاية ما نلاقي اللحم لونه اتغير. هنضيف دلوقتي شرايح الجزر اللي احنا قطعناها قبل كده وهنقلبهم مع بعض. ونجيب هنا طماطمتين ونقطعهم مكعبات صغيرة، ونضيفهم على اللحم مع الجزر ونقلبهم كلهم مع بعض، ونضيف عليهم 3 فصوص ثوم من غير تقطيع، وبعدين نحط عليهم المية لغاية ما المية تغطي تقريبا اللحمة والخضروات، وبعدين نضيف الملح والفلفل. هنسيب الأكلة بتاعتنا على النار وهنغطيها لغاية ما الفراخ تستوي. هنقشر البطاطس وهنقطعها مكعبات صغيرة، وبعدين هنحط البطاطس على خليط اللحم والخضار اللي كان قبل كده ونقلبهم مع بعض، ونزودهم مية تاني لان طبعا اكيد المية اتبخرت في الفترة اللي الفراخ كانت بتستوي فيها، ونغطيهم ونسيبهم بقى لغاية ما يستووا مع بعض. في الوقت ده هنقطع الخضرة، وبعد ما نقطعها هنروح ننزل بقى الأكلة بتاعتنا من على النار ونرش على وشها الخضرة اللي قطعناها ونقلبهم مع بعض، وبكده الشوربة اللذيذة بتاعتنا هتكون جاهزة. وجربوها وبألف هنا وشفا، وإلى اللقاء في حلقة تانية مع أكلة جديدة لذيذة من حول العالم. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك، في انتظار تعليقاتكم، واوعوا تنسوا الاشتراك في القناة. مع السلامة.